أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وتر مضى، ولقائنا في هذا اليوم مع أحد رجال منطقة الكعبان، هو الوالد جاسم بن عجلان بن ناصر الكعبي، أحد الرجال الذين عاصروا النهضة في قطر. مساك الله بالخير يا يبا. مرحبا، مساك الله. شلونك؟ ربك طيب. الله يسلمك. كيف الحال؟ الله يرحم والديك. يبا نبي نسولف معاك عن حياتك في البداية. نعم. أول يوم إنك أنت صغير ربيت في أي منطقة، عشت في أي منطقة؟ الله تحدث عن المنطقة. عشنا في واسط. في سداري واسط؟ إي نعم. نعم. من بعد في البر يعني. ها؟ في البر، هاي سداري واسط ريضان يعني في البر. إي. نعم. من بعد واسط شدينا ونزلنا. نزلنا لكم يعني بيوت بنيتوها هناك من حصى وطين ولا؟ اي نعم سوينا في دور. سوينا نعم من حصى وطين. اي وبعدين شدينا منها الله يسلمك ونزلنا الوعب. وعب الخراب. وعب الخراب. وعب الخراب. اي نعم. قعدنا فيه يمكن حوالي سنه، بعدين شدينا منها سيد المشرب. نزلتوا المشرب؟ اي نعم. وش اللي خلاكم تختارون المشرب يعني كمنزل لكم؟ اختار الله يسلمك علشان البير قريب الماي في عين يعني الماي تعيب شوي. وبعدين المحل زين، عندنا كان مطايا، عندنا وعندنا كرمك الله امير، وعندنا عندنا بقر. نعم. هاك المحل زين. نعم. شديده فيه، الطرفاه فيه، الهرمه فيه، في مرعى يعني. في مرعى. نعم. زين مرة. وعمرتوا المشرب؟ عمرنا المشرب، سوينا بيوت في يعني. ايه. كم بيت تقريبا نزلتوه؟ يلحق له كم بيت تقريبا يعني؟ اي يلحق له يمكن 10 بيوت. اي 10. وفيها مدرسه ولا؟ اي نعم سويت الحكومه فيها مدرسه حق العيال وحق حق الابتدائي يعني بس. اي حق العيال وحق البنات. بعدين عبد الله بن ثاني الثاني. نعم. الله يرحم والديه. الله يرحمه. سوانا مسجد، كان مسجد صغير من طين، لي المطر طاح. اي. سوانا مسجد عو، للحين ما جو. باقي اثاره يعني. باجي للحين. ما تهدم ولا شيء. والبيوت باقي للحين. البيوت باجي. نعم. بيوتكم بالمشرب. اي نعم باجي. ما دخلت فيها الكهرباء من يوم انتوا فيها؟ لا ما دخلت الكهرباء. عشتوا فيها بدون مكينة. كهرباء. مكينة. اي. يمكن قسينا عليها المشرب. انا زرته فيها مزارع وفيها مزارع اخر سوينا فيها. اي مزارع اخر سوينا يوم جات الصبيان. نعم. سوينا مزارع. الاول احنا في غار مساكن ما نقدر مزارع. انتوا الاول يومكم في المشرب حاجاتكم يعني ميرة البيت وين تجيبونها؟ نجيبها من الخور. من الخور؟ اي يروحون على زمايل على مطاي يجيبونها من الخور، مو بكل ساعة لا، في يمكن محاري 20 يوم يروحون مرة واحدة. ما في سيارات بذاك الوقت؟ لا سيارات ما هي. ما في؟ ما هي. وتطلعون يعني يطلعون على مطاي يميرون أهلهم ويعودون من الفور. نعم. يودون الله يسلمك مني حشيش. نعم. حشون حشيش يودون يبيعونه في سوق الخور. اي في الخور ريالين ثلاثة ريالين يبون. فيها بركة؟ فيها. فيها بركة الأول. الحمد لله. وال عقب ما دارت المواتر عليكم عقب ما دارت المواتر علينا شوي 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 قلنا نروح مع سالم بن سعد خذ سفر 54 موديل 54. اي ونروح معاه نجي معاه. في رستات الاول من نيه؟ ما في رستات. ما في؟ لا حصى وعر. وعر امشي سيده ولياكم المطر تغاريز ما نقدر خير السيارة هني نمشي. نعم. نعم ما في رصدة ولا شيء. نبي عن بر قطر الأول يومكم لحقتوا على ذيك الأيام، نبي تسولف لنا عن بر قطر. شيء بر قطر الأول حلو يا أخي، حلو اللي يشتاء ما يحتاج برز المفارق حق الفقع. نعم الحين يا أخي ما في مثل الأول. في فقع الأول وايد. كل سنة هي فقع، من بعد الفقع يخلص يا اليراد ويخوخ. نعم. انهر الدواء ذي اليراد عمود. اي لانه هو دواء. اوف. يرعى من كل عود. من كل عود. نعم. خياش نحط نيبس نسوي
والله ان واحد من اخواني حط الحيه في الخيشه مع اليراد، ويوم يكتون داخل الجدر الحيه تنقذ. والله شوف لو زمان. والفقع شو يسوون فيه؟ العاده وايد عندكم؟ وايد يشرحونه يخلونه يجي بس يقيضون عليه بعد حق القيض. ما شو يسوون؟ جديد احلى سووا الفقع الاول، اللي سووا الفقع ما يحطون معاه ودام ثاني غير يعني لحم؟ لا ولا لا لا هو يغني عن اللحم بس. اي هو يغني عن اللحم الحين بروحه، هو بروحه بروتين، ويحطون عليه بعد يكبسون معه لحم، وهذا يضر يمكن. ما في لحم لو ما في دياي ما في شيء ما هي. نعم ما هي عند القيض تقدر نصير أرنب ولا ضب ولا خلاص. في صيد البر الأول واي راعي الطير يقنص، وراعي الطير يقنص الثاني عند الصرية يقيضون عندنا جاسم الثاني. نعم. وجاسم بن محمد وفيصل بن محمد عبد الله بن محمد كلهم يجون يقعدون عندنا الدويره يقعدون فيها يطيرهم يحطونهم معاهم. يبون البرثه ويبون القيعان. يبون البرثه حق الفقع. نعم. اقل حق الطيور وحق. نعم. والقطع ايش كثره؟ حط حق حنيها يقول تعال تعال نعطيك يعطونا تتن يقول حطوا حق الفقع هذا حق القطع القطع. اي في طويسات صغار. نعم. نصيد ويشرب منه يشرب منه ويطيح ويخدر. اي سبحان الله. اي والله يا اخي وين عرفوا ذا البصره هذه؟ بعدين ما ادري هم سووها. وهذا والهل وانت وصغار تحبلون حق بالفخ و اي نحب طيور الفلا. اي طيور الفلا دائما يا اخوي الحمد لله. يعني الصغير مستر والكبير مستر مستانسين. اي نعم. حياه الاول يعني فيها حياه حلوه. حياه حلوه ما تقول فيها تعب. تمشي في البر ما لا والله ما في تعب. وكل والناس الاول كل محتاج حق الثاني. اي نعم. نعم. لينا البحر نشوف السمك على الحادي. والله يبقى ما في سناره ولا في شيء. نجمع حصى نضرب فيه نصيد حصى. من كثرة موارد المياه اللي تردون منها. ايه؟ وانتم في المشرب وين تردون غير العين مالت المشرب؟ نرد المستحنات. ام السحنات. اي نعم. ام السحنات عنكم الحين في الجعبان من شرق شمال ها؟ لا لا شماليهم. شماليكم ها؟ اي كريم. فيها عين مايها حلو؟ فيها عين حلو بس ندبنا. نعم. باقي لنا الحين. الحين باقي العين كان باقي بس ندبنا. نعم. والله حلو. وغير ام السحنات؟ غير ام السحنات ما نروح بس ام السحنات. بس قريب مني. اي. نعم. نروح على زمايل. والريضان اللي طاح الربيع والوسامي وين تشتون؟ وين منازلكم الاول؟ منازل انتوا يا هالتعبان لهالمشرب وين تنزلون؟ ما نروح في المشرب. ما تروحون؟ لا في المشرب. ما تنزلون الريضان الغربيه منكم؟ لا ما نروح. ويعني انتم في المشرب كنكم في البر يعني ما حولكم. اي نعم. والمراعي حاولنا نشكرها. صحيح. اي مراعي نشكرها. عقب ما دارت الاشغال عندكم ومن على قطر الله من عليها بالخير. الحمد لله. وين اشتغلتوا؟ اشتغلنا في دخان. انت اشتغلت في دخان؟ انا اشتغلت في دخان. هاي اول شغل حكومي تشتغل؟ اول شغل شركه. شركه يعني؟ اي ينا صالح سليمان هو اللي يضم. نعم. نعطيه على ريال يضمنا. يعني ياخذ عليكم اللي ما عنده ريال ياخذ عليكم نسبة. اي اللي ما عنده ريال يرده. زين ريال على كل راتب ولا بس ريال اول ما تضمون؟ لا اول ما نضم. بس رسوم التسجيل يعني؟ اي رسوم التسجيل. نعم. زين صالح بن سليمان. ايه. المانع. المانع. وهو اللي يضم، هو الموكل من الشركة. عنده لوريات سيارات كبار. نعم. شنه يودينا. على دخان. على دخان. تذكر اليوم اللي رحت فيه انت يوم انك اول ما رحت حق من وداك ولا رحت مع من؟ نبي القصة هذه اول ما طلعت مني ورحت صوبهم حق الضم بالضم في الشركة. الضم الشركة مني؟ ابي يعني السالفة كلها يومكم رحتوا مني صوبه. من اللي راح معاك ولا من وداك؟ مع سالم بن سعد ومحمد بن علي. نعم. رحت ودوني سيدي انا ويعيد بن سعد حق صالح سليمان.
ضمينا. نعم. عقب ما ضمينا السمك نهار ثاني جات السيارات ورحنا هي. احنا يبقى بس نستكمل قصتنا هذه عقب الفاصل، بنطلع فاصل بنعود مره ثانيه. ان شاء الله. زين؟ اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونواصل حديثنا مع الوالد عن شركة إدخان. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل لنواصل حديثنا مع الوالد جاسم بن عجلان بن ناصر الكعبي لنستكمل معه قصة تعيينه وتوظيفه في شركة إدخان. يباه عقب ما طلعتم مني تقول مع حياة سعد الله يرحمه. ايه. وصلتوا إدخان. على الدوحة رحتوا تسجيل ولا في إدخان؟ مني رحنا على الدوحة من الدوحة على إدخان. انزين. ايه. جينا إدخان هناك. ودونا الدكتور. فحص. فحص. لازم هذه. ايه فحص. بس أنا كلش. نعم. ياخذ علينا فحص. ناجح طلعونا برا. وينه بناجح يخلونا على كرسي. أنا وغيري. نعم. والحمد لله نجحنا من ذاك الله ما فنشت. وش طبيعة عملك يعني؟ شو تشتغل؟ طبيعة عملي أول فراش. نعم. وبعدين حفيز أبوي. بعدين علموني تعليم دريول. دريول. إي. أخذت الرخصة. إي أخذت الرخصة ويلا على طول دريول. مش سنين ثلاث سنين. دريول سيارة صغيرة ولا من ذي التريلات الكبار ولا؟ لا سيارة 3 تن 5 تن. نقل. نقل. نعم. وبعدين واشتغلت انت في نقل البترول ها؟ اي بعدين الله يسلمك اعطونا سيارة تياذر. تياذر اللي تشل حديد. اي. بيبات حديد. نعم نعم. من إدخان إلى مسعي. والله يبا نروح في خطر وقت الضباب. السيارة لو مو بقار آيل. نعم. السيارة تسوي شي زحلق. قوم اخذنا لسان اسمه اشتغلت ببرد اكشن. اشتغلت ببرد اكشن. اشتغلت ببرد اكشن 3 سنوات. لا يوم انك اخذت الليسن تقول قدمت الاختبار ونجحت. نجحت اشتغلت على طول حطني الانجليزي تبع برد اكشن. نعم. اشتغلت فيه مشان انقل الكوليه. خلصت بعدين عقب ما اخذت 5 سنوات ردوني على التيادر. على طول على التيادر. بس نقل البترول بالناقلات ذي مو بمخاطره؟ مخاطره يعني مطرة. ما قد صادك موقف يعني حادث الله يكفيني الشر؟ لا حادث ما صادني دعمه لا. نعم. بس انه صادني الله يسلمك تاير بنشر في السوق داخل انا مودي بترول. اي محطه رايح؟ محطه ناصر بن خالد موجوده الحين. اي باقي. نعم. وثار ثار شب شب انا عندي مطافيه صغار هاي اللي هي طفايه الحليب. طفايه هاي. نعم. حولت سيده سمت هند بريك وحولت سيده نزلت تحت السياره قمت اطفي الخلق الله طالعين مكان بره. مكان صعب يعني في وسط الدوحه. صعب داخل الدوحه. يلا 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 ما هو انا شب هو يزيد. سبحان الله. انا خايف على التيذر على التانكي. ما علق في التانكي لين الحين. لا خايف عليه يثور. نعم. قلت لك شب حط لان خلص خلص عندي ما عندي شيء الا المطافي جايه. نعم. جات وضربت المطافي طفى كل شيء. زين تلاحقوك يعني؟ تلاحقوني من هذا الكاكين ضربت. لو صارت كارثه بتصير يعني. اي والله. نعم. والله سترها. والله سترها. تم والله مده طويله كل صوروني على السياره. الحمد لله الله سترها. اللهم لك الحمد. بعدين عقب البترول اعطوني يوم استوى الرق هاي مال عين سنة. نعم. أعطوني تيذر كبير ينقل لي يمكن محارية 10,000 جلن ماي. هو الجلن ماي لتر جلن. ماي ولا بترول؟ لا اسمه ماي. ماي. رحت يوميا العصر هاي الصبح أودي. من وين من وين تعبي الماي؟ من مسعيد. من مسعيد؟ اي نعم. وتضرب به لين عين سنان؟ اي نعم اضرب به لعين سنان. توصل حق هالعمال الشركه اللي اشتغلوا حق الشركه اي بالشركه الاول. نعم. اتغدى عند جاسم محمد اروح بس قبل اللي هو هم حفروا التنظيف يعني عن البترول هنا. اي البترول هاي صوب عين سنان. اي نعم. باقي نياشينه ولا باقي المحطه اللي سووه ولا
باقي اثارها الحين؟ اي اي باقي البيب ده. البيب مرق باقي بيب وسناطوين مال تخبر العمال مال موجوده موجوده الحين كم سنه. زين وش صار عليك تقول يوم جبت الماي؟ يوم جبت الماي؟ لا بس بعدين خلاص رجعت ام سعيد. نعم. رجعت ام سعيد بعدين اخذت الايام الانجليزي عقب نبي لا نبي قصه الشيخ علي بن عبد الله. قصه الشيخ علي بن عبد الله الله يحفظه. حدث التيذر تمك وقال لي روح اكبر التيذر الكبير روح شمال جيب صنادق مال العمال يوم خلصوا جبت الصنادق حملوها لي بكرين ومشيت العاصمة. ما مشي شو شيء خط تغير ترى الشيخ علي وراي انا ما دريت عنه وانت بسيارة عود ولا تدري ما انظرت تغيره. نعم. ما اشوف يضربوا لي هراني ما اسمع سيارة با 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 با. يوم خدتهم قحسين من ذاك الصوب سيارتهم خوياه اللي معاه الخوية اللي معاه يشيلون علي شوي 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 هم شو علي وانا شوي شوي جلي حصلت مكان طيب وقفت يضربوني هالشكل بالعصا الله الشيخ علي يزعق عليهم هادين عليك يبون يضربونك يبون يضربوني شافهم الشيخ علي اي قال لهم لا 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 بشتها شكل يومي لا 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 بعدين حولت قال روح تعذر من الشيخ علي قلت ان شاء الله روحت والله سامحني يا يبا سامحني يعني انا ما شفتكم يعني قال لا الحمد لله على سلامتك ابوك الحمد لله على سلامتك اي والله منت من؟ قلت انا طال عمرك من العيلان الشعبان قالوا نعم نعم لا يريد نعم بس تيسر تيسر يا يبا تيسر لا انت ومشو خط صغير اي انت بتقدمهم الحين عشان ما تضيع بقدمهم عشان يطوفون عني نعم وقفوا نعم وقفت انا لين راحوا يوم راحوا لحقتهم تحمل من الدوحة تحمل إن شاء الله إن شاء الله أروح سيدة مسعيد يتم سعيد الساعة 9 من الليل بالليل إيه ولا ليت سيارة سيدي ولا شيء لو نعم ما في رأيك حد لكن سيارات ما في لو ما في سيدي اليرد أدخل هناك أخليها أصبحت الصبح جيت على عملي يعني عند الشرطة واقفين عند الباب الشرطة شو يبغون؟ يبوني انت جاسم عجا قلت نعم قال يبيك الشيخ علي قلت ان شاء الله ما اقدر اقول لا صحيح اي قلت ان شاء الله بس تسمحون لي شويه اتكلم على الانجليزي استعذر منه ان شاء الله اروح قال زين دخل داخل الا ابو سعود جاي فورا ابو سعود يبوني الشيخ علي قال شو مسوي قلت عشان كذي كذي القصه قال لا ما عليك روح اروح يا عقب ما يتناكل برزه السلام عليكم عليكم السلام تعال مني تعال عرفني تعال تعال جيت هذا شلونك عسى ما صادك شيء ولا شيء سيرتك الا الله يرحمك تطمن عليك اي طمن الله يجزاه خير الله يرحمك لا طال عمرك الله يرحم والديك حطاني واقف حمد نعم حمد بن سعد حمد وهمام واقف نعم بعدين تقهوينا عقب ما تقهوينا قال لي روح حق الكاتب ان شاء الله اروح حق الكاتب جيت الكاتب هناك سلمت عليه قام مد علي تشيك قال روح البنك الفلاني ان شاء الله رحت سيدي ما في سياره تكسي لا تكسي رحت سيدي البنك اخذ البيزات 5000 ريال 5000 اي ما قصر اروح مسعيد 5000 هذه في ذاك الوقت شو تسوي؟ ها؟ وايد نعمة نعمة ولا علمت حد ولا قعدت ابدا جاسم ودوه الشرطة جاسم ودوه الشرطة بيسجنونه بيسجنونه بيضربونه اي بيضربونه الله أعطاه عنية الحمد لله الحمد لله لا مطيب الله يرحمه مطيب قلبه الشيخ علي أيوة رحوم الله يحله رحوم وش نعم الله يسلمك مرة من المرات أنا جاي تانكي مال البترول نعم رايح شمال مودي بترول ولا أخذت اللي يشيلون علي شياب 3 أنفار وين أحطهم؟ ما عندي إلا تيت واحد أشيلهم
وقف سمو حر. نعم قيد. وقفت لهم يو اركب واحد اثنين ركبوا واحد ما قدر يركب. ايش تسوي الحين؟ احول لكن شيطان اعند له اثنين ركب بمرشد ومعاه اثنين. نعم. وديهم سيدة للمدينة أحذرهم أروح صبة روح. نهار ثاني جيت بالسيارة ألا مرشد يشر علي الله يقطعك وين يا سيارة واقفة حول عين سلام. نعم. بقول قال موت في عائلة بعيلان قلت تكفى يبا يبا سيارتنا خربانة نبيك سوي لنا حيلة. قلت أنا ما أقدر حيلة حيلة الله لكن أنا بسحبكم تقدرون؟ قال تسحب من خمس من البترول يثور علينا. قلت لا هم يثورون عليك. النية أخي يجيب القص عندي وعلق سيارته عندهم بيجوا. نعم. أقلصهم لين عند الدوار مالي. قلت بحذركم إني أخاف من مناعي يشوفني أخبر علي. أحذرهم وأخليهم هم شافاتهم وأروح أنسي أحط بترول. الله يرحم والديك عم نرثك لينا اللهم امين والد الجميع. مواقف تصيبك يعني جاتك من السياره العوده هذه؟ اي وايد مصايب وايد وايد يا اخوي. سمعت ان انتم بعد اخذتوا مره رحت سوريا عن طريق البر وديت بترول. اي نعم ودينا بترول. علمنا بقصه رحلتكم حق سوريا يوم تروحون سوريا. الله سمك وخلنا الصبح ينام اللي يقول ناخذ الجماسي هذه وتوصلها بترول وروح مع فلان دلكم الطريق. كم حمولته يبقى الدنكر ذا اللي 2000 3500؟ اي 3500 تكلم. نعم. والطريق مروح. صعب يعني ما في مثل الحين رستات زينه ولا ما في رستات زينه. كان نسوي جماسي فيه دبل. نعم. نروح يانا مطر قبل اني سوريا تلعبنا سياره تسوي شيء تسوي شيء. نعم. على برد تمشي لين وصلنا سوي. يا رب يا رب يا رب يا رب لين وصلنا الحمد لله سترها ربي. هذه أول مرة تزور سوريا أنت؟ أول مرة أزور سوريا. وصلت والشام دمشق؟ إي دمشق. ما الله ما أعرف أنا اسمه دمشق ولا. نعم. كم يوم أخذتوا الطريق يبا؟ أخذنا يومين. يومين بس؟ بس ما قدرنا نسرع. نعم. ممنوع السرعة. لا زين يومين. إحنا حتى إحنا اللي رحنا الحين سوريا نروح يومين عدل السيارات. يعني على السيارات الحين القوية لا والطرق ما شاء الله زينة لكن الواحد يكون حذر يعني. نعم. جيتوا هناك ووصلتوا حطينا السيارات وبعدين ودونا الفندق هاي الفورمة كنا تريقنا سلاسنا قال تبي توتون قلنا لا أنا بنعود والله نعود وياه. ما يعني بتوا هناك؟ لا 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 ما ولا بتوا بعد؟ لا عودنا ما نبي نبات نبي بلادنا. يقول البلاد لما حتى عشيري واهلي لا بخلوا علي كرام. اكيد لكن عاد واصل البلاد ما تفرج فيها لو يا نعم بلاد مهم بلادك ما تقدر تفرج فيها والله شيء. نعود ويومين بعد معودين يومين معودين. نعم واصلين لكن عودتوا خفاف يعني مفضين التوانكي ما عنده ما في لا التوانكي والسيارات خليناها. نعم لهم والسيارات هناك بعد؟ اي السيارات خليناها لهم. ايش عودتوا فيه؟ عودنا السيارة اللي جاي ويانا. ايه. احنا ثلاث انفار. نعم نعم. انا ووليد وجمال بعد ويانا واحد الله يذكره بالخير. كم سنة اشتغلت في الشركة؟ 39 سنة. 39 سنة؟ اي نعم. ما عشت في دخان يعني ما تبات هناك ولا؟ لا مبات الاول. تباتون يعني؟ اي مبات لكن انا كثر شيء قعدت انا من شيء. الدخان يوم منها الاول اول ما ضميتوا فيها ايش فيها كان غير الكمب وفيها شيء ثاني؟ لا بس ما في شيء بس الكم العيش الله ينعم به عيش الخميري. نعم بشيول يضربه الله بشيول شوف. نعم. عيني ويعطونا كل ماينا بالغداء اعطونا صحن صغير كل واحد صحن كل واحد انتيام ثلاثة أربعة كل واحد صحن نكتف عشان تشاركون فيه نتشارك فيه. نعم. يعني بغانون كل شيء له ما يعطونك يعني لا غانون بس
بس مره واحده؟ مره واحده. بدور زين باخذ مره ثانيه. لا ما يصير. ما يعطيك ما يعطيك. خلق الله ما يعطيك. يعني بالميزان يعطونكم هم؟ اي بالميزان. نعم. والعشاء خبزه واحده وصحين دول بس. ما تشبع. عاد تشبع ما شبع الا حالك. الصبح خبزه واحده وقلاص شاي. نعم. قلاص واحد. نعم. تبي ترجع مرة ثانية ما في. الدخان زرته عقب ما انهضت الحين عقب ذا السنيات ما جيته؟ لا ابدا من عقب ما رحت منه ولا جيته. ايه. كلش. لا تغيرت غادت مدينة كبيرة. الله يقولون. نعم. انا ما جيته. فيها اسواق وفيها مستشفيات ايه. ودنيا. ما جيته ما جيته. احنا يبه ما يسعنا الا نشكرك. بيض الله وجهك ويك. وما قصرت الله يرحم والديك على ذي الروضه اللي احنا فيها هذا ما بحديقه ذي روضه ما شاء الله الحمد لله ذا نعم. البير وذا الجمعه الزينه الحمد لله الله يبارك الله فيك الله يرحم والده من بنى ذا البيوت شيخ احمد الله يجزاه خير اعزائي المشاهدين لا يسعنا في اخر الحلقه الا ان نشكر الوالد جاسم بن عجلان بن ناصر الكعبي على هذا اللقاء الطيب ونستودعكم الله إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله.